بسم الله الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة بإذن الله نشرح الفصل الثاني من قصة كفاح شعب مصر. قصة كفاح شعب مصر، العنوان الفصل الثاني كفاح شعب مصر. الفصل ده بيتحدث عن سقوط دولة أشور اللي هي العراق حاليا، وهيكون الوريث الوحيد ليها دولة الفرس اللي هي إيران حاليا. الملك الفرس ده كان اسمه قامبيز. الملك قامبيز ده هي بعد ما سيطر العراق هيريد أن يحكم مصر ويسيطر على مصر ويعد جيش كبير للسيطرة على مصر، وهتأتيه الأنباء أن شعب مصر مستعد للقتال، بيقول لي غزو الفرس لمصر. الفرس اللي هم إيران في القرن السابع قبل الميلاد، يعني 700 سنة قبل الميلاد اللي هو ميلاد عيسى عليه السلام. تداعت يعني سقطت، تداعت يعني تصدعت وانهارت دولة آشور اللي هي العراق، وكانت دولة الفرس الوريثة الشرعية لهذه الأمبراطورية، يعني خليتها كميراث. لما دي سقطت هم خدوها كده كميراث. وبدأ قامبيز اللي هو ملك الفرس يحلم بدخول مصر، فراح يعد جيشا كبيرا، هجم على مصر وكانت له الجولة الأولى. الجولة الأولى عن الغلبة، كسب مين؟ كسب أبسماتك. جاءت الأنباء إلى الفرس أن المصريين مصممون على الدفاع والاستماتة. الاستماتة يعني الصبر والثبات فيها دفاع، ومصرون على أن يكابدوا الفرس أكبر الخسائر في كل شبر من أرض مصر الغالية. دي الأنباء اللي جات من مصر أن شعب مصر مش هيستسلم. حيلة قمبيز الماكرة، أراد قمبيز أن يلجأ إلى السياسة والخديعة، مش عايز يحصل خسائر في الجيود، فأمر بتجهيز سفينة تتجه نحو منف وعليها مناد، ورفع لافتة فوق ساريها، السار اللي هو ايه العمود اللي بيبقى على السفينة زي الشروع ده، لكي يطمئن المصريين اليه طلبا منهم التسليم من غير حرب ومن غير قيد او شرط. يقولوا استسلموا من غير اي حاجة خالص. واخذت هذه السفينة تنتقل من قرية لاخرى، المصريون يشيعونها يعني يتابعونها بنظرات الحقد والسخرية حتى وصلت إلى منف. ده كان مقر عاصمة مصر، وكان في البدرشين، كان الحاكم لمصر في هذا الوقت هو أبسماتك. ولما وجد الفرس أن المصريون لا يقيمون لها وزنا، ملهاش أي وزن عندهم، ملهاش أي قدر عندهم، أرسل قمبيز إليهم رسالة يقول فيها: أنا قامبيز لم أكتب إليكم لأرغمكم، يعني مش بكتب إليكم عشان أجبركم وأهينكم، فإني أود زيارتكم، لا حرج عليكم إذا أردتم الحضور إلي، مع الكوش أي حرج، لو جيتوا تحضروا إلي، تعالوا إلي، أنا الذي سيمنحكم يعني سيعطيكم مجدا أكثر مما تتمتعون به الآن، يا إما أنا أجيلكم يا إما أنتوا إيه تجولني. أكتب إليكم هذا وأذيعه عليكم، فإذا استمعتم إليه كان خيرا لكم، وإلا فكونوا مستعدين لملاقاة غضبي الذي سينصب ينزل على رؤوسكم، إني سيد الأرض كلها. فيها غرور وفيها كبرياء منه. رفض المصريين لتهديدات قامبيز، وهذه الرسالة التي أذاعها رسول قامبيز لم تضعف من عزيمة المصريين، ما ضعفتش فيهم أي حاجة، بل على عكس زادتهم حماسة على حماستهم، وأخذوا يتشاورون فيما يفعلون، واستقر رأيهم بطبيعة الحال على رفض طلب التسليم. محدش هيسلم نفسه، محدش يسلم نفسه للعدو، على أن يبعثوا هما أيضا برسالة تهديد إلى الملك الفارسي. جاء فيها: أيها الجبان الرعديد، الرعديد الذي يرتعد عند القتال خوفا، قامبيز لقد تركنا رسولك يذهب بسلام لا خوفا منك بل افتخارا بتقاليدنا المجيدة. احنا سيبنا الرسول بتاعك يرجع عشان احنا من التقاليد بتاعتنا ما نقتلش الرسل، الرسل لا تقتل، يعني كان ممكن يقتلوه بس هي الرسل لا تقتل، ده كان التقاليد والعادات. ولكن اذا اثرتم يعني قعدتم تنكشونا وعايزين تغضبونا سخطنا فسوف تعلمون من نحن فاعلون، تعلمون ما نحن فاعلون بكم. وما دامت الأنهار تفيض بمياهها، وما دامت مملكتنا موطدة الدعائم، يعني موطدة مثبتة الدعائم قوية راسخة،
والأركان، فسوف تعلم يا قمبيز ما سيحل بك. مؤامرة خبيثة أخرى من الفرس. ولما عاد الرسول وسلم سيده قمبيز رسالة المصريين، طلب رجاله فقال له أحدهم: أيها الملك قمبيز، المصريون مدربون على الحروب، لا تهاجم المصريين. يبقى واحد من رؤوس الدولة يقول له ما تهاجمش المصريين عشان هم مدربين على الحروب، ممكن يخسرونا في المعركة. أرسل إليهم رسلا يطوفون، يعني يدورون بأنحاء البلاد، ويتحدثون باسم فرعون مصر، هم بيتكلموا بلسان الفرعون المصري، ويتحدثون حديثا معسولا، كلام حلو وشيق يخدعوا الناس، يعني يناشدون يعني يطالبون به الشعب أن يجتمعوا في وليمة دون سلاح حتى تبعد فكرة الحرب من تفكيرهم، عشان تحوش فكرة الحرب من تفكيرهم. فإذا اجتمع شملهم فسيرى سيدهم أن هناك سيد آخر قد صار بيده الأمر. إذا هم أنت جمعتهم هيعرف الفرعون أن فيه سيد آخر يحكم معاه، فسيتولى عليه الخوف واليأس، وبذلك تخضع لك البلاد. دي حيلة من قمبيز. استمع قمبيز إلى هذه النصيحة وأرسل رسله يبلغون المصريين أمر هذه الوليمة، على أساس أن الداعي لها هو فرعون الذي أفضى أخبر إلينا بأمور خاصة ستحدث هذا العام، ولم أشأ أن أكتب إليكم بشأنها، بل فضلت أن تحضروا بأنفسكم. أنا قلت تيجي أنتم بنفسك وتشوف الوليمة. من امتنع عن الحضور فستصيبه لعنة الإله وغضبه، وأما من يلبي ويحضر فستحل نعم الإله عليه وعلى أهل بيته. اكتشاف المصريين للمؤامرة وتحقيق الانتصار. ولم ينخدع المصريون بحيلتهم، ما انخدعوش بهذه الحيلة، بل علموا أن ذلك مكيدة، هو بيكيد ديهم خديعة من أعدائهم، فحشد الجيوش وقابلوا بها قمبيز. فاتجه قمبيز بقوته إلى منف وفتحها وغلب أبسماتك. غلب إيه؟ أبسماتك. إلى أن الشعب لم يلن ولم يضعف، وإنما استمر يناضل هذا الدخيل ويقاومه. وظن الفرس أن الأمر في مصر قد استتب لهم، وأن مصر أصبحت لقمة سائغة أو فريسة سهلة لهم، ولكن المصريين راحوا يقاومون مقاومة الأبطال الأحرار، وأبوا أن يركنوا، يعني يركنوا يميلوا ويتجهوا، وأبوا أن يركنوا إلى الهدوء في ظل هذا الاستعمار البغيض. كانت قلوبهم تنبض بمجد مصر السابق، وصدورهم تضطرم بنيران الكراهية. تضطرم يعني تضطرم، تشتعل وتنقاد الكراهية والحقد لهذا المستعمر. فإذا بهم يقاومون قوامة رجل واحد في وجه ثائرين متمردين، مش عاجبهم حكمه، عصين ليه يعني، حتى حولوا وادي النيل إلى شعلة ملتهبة من الكفاح الشعب المسلح. على طول حروب حروب حروب. وكلما عاود ملك الفرس الزحاف على مصر رده الشعب زليلا مرة بعد أخرى، وتحررت مصر من بطش بطش قسوة وعنف فارس. وتبوأ يعني نزل وأقام المصريون عرش أباؤهم وأجدادهم كراما أعزاء، فما أصابهم يأس ولا ضعف، بل ظلوا سنين طويلة يكافحون إمبراطورية واسعة الأرجاء، وهم صامدون ثابتون مستمرون كالجبال حتى طردوا العدو وتحرروا منهم.